ضيفنا في هذه الليلة بحياته الكثير من المحطات البارزة التي تستحق أن نقف عندها ونسلط الضوء عليها، فهو عبارة عن كتاب محتواه التراث والفلكلور الشعبي العراقي. من يطلع عليه يشعر بالقيمة الفنية التي يقدمها ضيفنا بصوته الشجي العذب وألحانه التي يعزفها بغيتارته التي دمج من خلالها الغناء الطربي العراقي ذات اللون التراثي مع الثقافات الغربية، حتى وصل إلى العالمية ووقف على أهم وأكبر المسارح وغنى عليها العديد من الأغاني، من أبرزها خطار، عدنا فرح، اعلق صوان شموع، ومالي شغل بالسوق، مريت أشوفك، وفوق النخل فوق. أطلق عليه الكثير من الألقاب، أهمها عراق بيتل، وعلى اللون الغنائي الذي يقدمه إلهاميات، إلهام المدفعي. موسيقار عربي وصل للعالمية، ليه لون خاص يميزه عن غيره ولقب هاللون بالإلهاميات. طبعا هو منور الكويت واستديو مسائي والبلد اللي ما يعتبر غريب عليه لأن له ذكريات جميلة بهالبلد، وهو منور استديو مسائي. ونقولك مساك الله بالخير الموسيقار العربي إلهام المدفعي. أهلا وسهلا، يا مرحبا، يا هلا فيك. طبعا منور الاستوديو، منور الكويت، ويعطيك العافيه. يا هلا، شكرا. الله يسلمك، شكرا. يعني بدايه حوارنا نبي نعرف سبب الزياره وتواجدك بالكويت. والله عندنا دعوه من اصدقاء، اصحابنا واصدقائنا من فتره طويله، فصار في الموضوع انه نكون يعني نشوفهم مره اخرى في الكويت، وعندهم مناسبة خاصة. فيسعدني أنه يعني نفس الوقت أنه هم أزور الكويت وهم نشوفهم ونشوف بعض الأصدقاء اللي صار فترة ما شايفهم حقيقة، وتجمعني بهم ذكريات كبيرة وسنين طويلة. نعم، الحمد لله. يعني نشوف الكويت بخير، وهالبلد الرائع حقيقة. من زمان أنا معجب بالكويت حقيقة. نعم. يعني من أمشي بدأ أمشي في الشارع وأشوف هالنخل وهال شيء، فعلا أشعر بمتعة بنوع الحياة طبعا اللي موجودة هنا. ويعني أنا حقيقة كنت في، يعني جت أول تبارحة من أمريكا، كان عندي تور طويل حوالي 3 أشهر، ويعني سفرة إلى عمان ومن عمان إلى هنا. يعني رحلة فنية موسيقية. نعم نعم. قلت إن يعني مرة أخرى، إذن هذه مو الزيارة الأولى للكويت، لك يعني عدة زيارات سابقة وذكريات. أيه. جميلة، شنو هالذكريات هذه؟ نعم، جينا حقيقة يمكن قبل 10 سنين. نعم، او بعدها انا اذكر. يعني المناسبه ما اعرف شنو اللي كانت، لانه قبل 5 سنين من نزل اخر سيدي، انه قبل 5 سنين كان اسمه دجداشه، ونزل يعني نزل بالكويت، كان في تراك واحده من الاغاني يعني الشاعر الشيخ صباح العنيل، فكانت من جزء من السيدي، وشفتها الحمد لله، شفت السيدي كان معروض في الفيرجن وكذا. نعم. فيعني يسألنا دائما انه نتواصل بين الجمهور وبين يعني اصدقاء والاهل و نعم. يعني تعرفين سنين طويله الحمد لله، يعني هم
بعدنا موجودين نقدر نجي يعطيك نشوفهم الصحة ونزورهم. والعافية، وإن شاء الله على طول تجي الكويت، هذا الحمد بلدك لله، الثاني طبعا. شكرا، الله لكن يسلمك. غير ال10 سنوات، قبل 10 سنوات يعني 2006 كنت هني بالكويت وأحييت حفلة مع فنانين معروفين بالكويت، ولك نعم، ذكريات جميلة تربطك معاهم، أيضا لك زيارة أو أنك عشت فترة هني بالكويت بالستينات، اي نعم، فتكلمنا عن هالفترة هذه، 61 من63 الشعراء اللي تعاملت معاهم تعاونت معاهم، المطربين الفنانين أو والله أصدقائك؟ طبعا احنا نتكلم بال 61 62 كنا بالبصرة، وكان عندنا حفلة بالبصرة، نعم ومن جملة الناس الموجودين كانت المذيعة معروفة باسمة سليمان، نعم وشجعتنا انه تعالوا زورونا واهلا وسهلا وكذا، وكان التلفزيون جديد بالكويت ذاك الوقت. فيعني احنا يعني ثاني يوم قعدنا ما كان ببالنا انه اكيد راح نجي، بس من احنا في فندق شط العرب، وهو الشط هو المطار في البصره، فشفنا طياره جايه من بغداد تروح البصره. نعم فيا جماعه نروح، والله قال يلا خلي نروح، احنا كنا جايبين باسبورتاتنا، وكانت تذكره بالطياره من البصره الكويت 4 دنانير. زين ذاك الزمن اربع يعني دنانير في دنانير. اربع نعم 16 دينار وصلنا الكويت. ف يعني المطار هذا في ذاك الوقت كان شيء اخر، بس الشيء اللي اريد اذكره انه بالصدفه وصلنا طلعنا برا شالين جيتارات ودرامز، هذا الاشياء درامز وياه. فشفنا كان مثل مصطبه برا، مصطبه انتظار، كان نايم عليه واحد ونايم على جنطه دتبين، جنطه هي جنطه تعلم موسيقية اللي هي ترامبيت، حاطها ونايم عليها، وحاط بالمطار طبعا الشفقه حاط فوق راسه ونايم. في بعدين هذا فتح عينه شاف جيتار ودرام، قال شنو؟ قالت منو؟ قال احنا جايين من بغداد وجايين زياره الكويت. هو امريكي زين، فطلع العازف جاز عالمي، يعني جاي مع فرقه ديوك إلينغتون. زين وفرقه ديوك إلينغتون كانوا رايحين بغداد ذاك الوقت، كان يعني زيارة وعدهم تور بالمنطقة، وديوك إلينغتون مو قليل يعني من أكبر الفرق في العالم والتاريخ. تعرفت عليه طبعا بهالصدفة هذه؟ أنا لا ما أعرفه يعني بس هو ظل نايم وطيارة طارت بغداد، فدس الطيارة يعني نام ونسل الطيارة ورا الطيارة. نعم فدور لك طيارة ثانية تروح، على كل ما نعرف صار بيه احنا، بس بعدين سمعنا انه وصل الى يعني الى بغداد وهذا. فجينا وتعرفنا طبعا على تلفزيون الكويت، وكان الاستاذ محمد السنعوسي اذكر ذاك الوقت كانت الجيتارات مو شيء اعتيادي، يعني شيء غريب اللي عنده جيتار يعني ليش؟ اي مو الكل يهتم بهاللون من الغناء فعلا، يعني احنا ولو بدينا قبل فترة، يعني انا من بديت الجيتار كان نادر، ومدرسين جيتار تقريبا موجودين. نعم كان عندنا معهد صغير يدرس جيتار. نعم المعهد وين كان بالضبط؟ وين في كنت تدرس؟ بغداد. بغداد. نعم اي نعم، وحتى بالمعهد كان لوريت شوبنيان اللي كان يدرس جيتار، درسنا درسين عنده، وبالشرقي كان منير بشير، استاذ منير. نعم فيعني الشيء بس احنا ذاك وقت الحياه عندنا سريعه، يعني صح. ما عندنا محطات هذا منه وهذا منه، والكل كانوا ماشيين، بس نعم. بعدين كل واحد فات في مشاكل في طريق خذتها وراح نعم. طريق اللي آخر. كبر كبر، واللي سافر وراح ما نعرف وين صار، واللي تركنا جزء من الاشياء الحلوه يعني اللي الى اليوم نستمتع بها. يعني هاي كانت الاشياء على مستوى سهل. يعني احنا سنه 58 من صارت في العراق، يعني في تموز
وكان منع تجول وإلى آخره. أنا في ذاك الوقت عزفت فوق النخل فوق، يعني أول الله. مرة نعم. في سنة 58، وجربناها الجيتار أنا وصديقي رياض اللي كان الله يرحمه رياض. الله ف يرحمه. يعني كانت التجربة الأولى بالنسبة لنا أنه سنة 59. نعم. هل نقدر نحقق شيء من هالنغم الشرقي، لأن نحن ذاك الوقت كله إسباني وإنجليزي وفرنسي وما أعرف شنو وإيطالي، الشيء كان يختلف، يعني الجمهور ذوق الجمهور كان يختلف حقيقة. من دخلنا على الموضوع الشرقي كان فد شيء يعني الناس تتعجب، شيء غريب تقول هذا مثل هذا شنو مثل. بس احنا انا كنت اخصص 3 أو 4 أغاني بالحفل عندي في وقت معين اللي هي بالوقت يعني شرقي، ندق 3 أو 4 أغاني وكافي، والبقية يبقى على البرنامج الغربي الناس اللي متعودة عليه وتحب تسمعه. فالانتقال من بغداد إلى بيروت إلى البصرة وإلى الكويت، فذاك وقت صارت فرقة تويسترز اللي هي بالكويت. نعم. واستمرينا هنا فترة والحمد لله صار عندنا جمهور كبير حقيقة. ما شاء الله عليك. الحمد لله. وليومك لك جمهور ومتابعين ومحبين ومتعطشين يسمعون صوتك وعزفك على الجيتار، فشنو راح تسمعهم؟ تسمعهم من زمن الستينات وزمن الجميل ولا شيء جديد؟ يعني سمع. الاختيار عندك. نجرب نغني في الأغنية الكل يعرفوها. ها كل أغانيك أعرفها، بس أي واحدة اليوم الحين راح تنقي؟ أي تحت الأناطر محبوبي ناطر كسر الخواطر يا عيوني ما هان عليا، كسر الخواطر يا عيوني ما هان عليا، بالقلب بفلوح والقلب مجروح من أيام على البال تسعدني وتروح، أيام على البال تسعدني وتروح، تحت الرماني حبي حكاني سمعني غناني يا عيوني وتغزل بيا، سمعني غناني يا عيوني وتغزل بيا، بنت الشلبية عيونها لوزية حبك من قلبي يا قلبي انت عيني، حبك من قلبي يا قلبي انت عيني. طبعا اغاني جميله ومميزه وذكريات تربطك بالكويت ومع يعني فنانين واصدقاء جميله مميزه، لكن هل صار في تعاون بينك مع اي فنان اخر بالكويت او برا الكويت؟ لا بصراحة يعني احنا الفترة خلينا نقول السبعينات اللي صار فيها شوية يعني توسع العمل وصارت الأغنية العربية ويعني بالنسبة لي أصبحت مسؤولية. نعم. ودخلت أنا في موضوع نقاش حول الأغنية الفولكلورية وكذا، هذا يقول يصير وهذا يقول ما يصير. من لونك الخاص يعني في البعض انتقد وفي البعض. نعم يعني أنا بالنسبة لي أنا يعني كأي أنا ورثت مثل تراث معين. نعم. فألي حق أصرف به، يعني أصرف به، بس أنا غلطان أو شوهت هذا التراث أو دخلت في طريق ثاني، يعني هذا ما لي حق. بس انا بالعكس انا التراث نقلته منا الى هنا، بس حطيت له اطار لكي ممكن كملت الشيء اللي كان ناقص بي. يعني من الالات نقول اللي هي كانت ما موجوده قبل، يعني
او في حتى في التراث، مو بس عندنا بالعراق او الكويت او لا، بس يعني البيس جيتار والدرامز وهذا من صار جزء من الآلة، من الأغنية الحديثة او واحد يقول المحدثة او الى اخره، صار واجب، صار واجب. ودخلنا في موضوع الهارموني اللي هو اكيد فتشي، هي كلمة هارموني اصلا هي توافق يعني، فمن يكون لها هارموني فيكون معناته متكمل او يعني واصل الى درجة معينة. انا طبعا تأثرت بفيروز والرحبانية، نعم، و يعني من كانت اسطوانات، كان عندي مو ال بي كامل اللي كان يسموه اكستند بلاي اللي وسط، كانت فيروز، كان عندي اسطوانة تحب تسمع فيروز فيروز وتغني بها بتشالبية ومرمر زماني وما اعرف يعني الاشياء الحلوه اللي بقت الى اليوم. نعم حقيقه. و خالد، هالاغاني هذه تم خالد والكل يسمعها ليومنا فعلا، ويحس بشغف وهو قاعد يسمعها، ما يحس بالملل، ما لها فتره وهبه وتختفي بعدين. صح. فهذا هو التراث، هذا هو فعلا. نعم. بها يعني الاغنيه تمتلك عنصر مهم، انه عنصر استمراريه، مثل يعني فوق النخل فوق فرضا بيه هالشيء، ممكن انا خمس اجيال ست اجيال سمعوا فوق النخل معي الى اليوم يسمعون هذا من صغير الى كبير يعني فرضا، يعني مو بس لانه هالاغنيه بالذات، بس هناك كثير عشرات من الاغاني ممكن استمرت الى اليوم حقيقه، لانه تطورت ودخلت في اطارات اخرى وبعدين نعم. مكفت على رجليها في يعني الشيء اللي ما كان صحيح هو من كيف زال يعني صح. ما بقى لأنه ما صار له وجود أو ما له قاعدة شعبية فعلا. نعم. ما له دور يعني في الشيء الموجود. طبعا احنا إذا نقارن هالفترة الطويلة هذه من عمر 50 60 سنة، من ذاك من بلاك اند وايت إلى اليوم، يعني في اشياء رحلة تغيرت طويلة، وايد. رحلة فعلا طويلة. اليوم ده اتفرج على التلفزيون واشوف المسرح والفرق والفرقة جزئين منا ومنا وكذا، مثلا كنا راضين باشياء بسيطة احنا. نعم. لا في مونيتر ولا في كذا، وكنا مضبوطين يعني مضبوطين شنو، الحمد لله ما سوينا غلط، بس سوينا في الشيء اللي كان حسب انا في بالي يعني. يرضيك ويرضي اللي يسمع لونك وفنك المميز. لكن كونك ذكرت هالامور، نعم. هل حضرتك راضي على يعني الفن العراقي الحالي حاليا؟ شلون توصف الفن؟ والله هو اساس انفتحت بالنسبه الى العراق، انفتحت وصار في اصوات جديده. احنا حقيقة يعني هي الاصوات موجودة بس كانت خلينا نقول محصورة، لو هذا لو كذا ما يصير. نعم. كان هناك خطين محطتين تلفزيون اللي هي ممكن انتشار بها، اللي احنا ما كنا باي وحدة من عندهم الحمد نعم. لله. ولهذا كان يسألوني بيروت مثلا بال2000 يعني وين كنتوا وين كذا، قلت له وين كنا موجودين لكن كنا على مستوى محلي. نعم. انتقلت الميديا وصارت وكبرت يعني، ونتكلم احنا بتاريخ اخر يعني من بداية ال2000 الى اليوم، الميديا تقدمت الى درجة يعني. وانا بالنسبة لي مثلا بيروت هي مثلا مركز اللي صار بها اكثر المهرجانات واكثر الفعاليات واكثر المسارح هناك حقيقه. نعم. يعني حياه مدينه، مسارح، موسيقى، سينما، تمثيليات يعني موجود يوميا في اكشن حقيقه. نعم. والحمد لله كان اشعر بالكويت، كان هناك يعني من بالستينات كان مسرح صقر رشود اعتقد. نعم. بالكويت هذا يعني من اول صح. المسارح يعني اللي باقية اللي
يعني أتذكر هي بداية نهضة فنية، وأتذكر كان عندي صديق مخرج اسمه خالد اللي كان مخرج فيلم بسك يا بحر، والفيلم فاز في جوائز في ذاك الوقت يعني في الستينات. وايضا لك ذكرى جميله مع صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح نعم الاحمد، طبعا ذاك الزمن لما كان يعني نعم اميرنا كان وزير الخارجيه، كانت نعم لك نعم قصه جميله نعم حابين نسمعها انا وايضا المشاهدين يسمعون معنا هالقصه. والله يعني كنا نعزف في فندق فينيسيا، ذاك الوقت كان فندق معروف وفي شارع الجهرة، وتقريبا الفندق الوحيد اللي كان في مطعم تحت يعني جوا، هو مثل يعني مو نادي لكن في ضيوف يجون الدولة وكذا إلى آخره. فيوم كانت يظهر مناسبة وكان سمو الأمير حفظه الله نعم وزير خارجية، فده يطلع طبعا بهاي الضحكة مالته ما انساها. فده يطلع قال الهام سوينا في شريط من هذا ذاك الوقت، كانت التسجيل ما في سيديات ولا بكرة نعم يعني بكرة كان هذا الجهاز شو اسمه. فقال لي فبكرة قلت له بتأمر إن شاء الله. فبصراحة غير يسعدني أنه اليوم أقدم هذا أعمالي كلها يعني بدل هذا الشريط اللي طلبه مني. نعم فإن شاء الله أتحقق أنه أقدر أوصل له أعمالي هذا يعني اليوم 5 6 إن شاء الله يا رب. سيديات أكون جدا سعيد يعني. فكنا يعني كان مرور فنانين من خلال الكويت بدرجة كبيرة حقيقة. نعم. يعني يوم عبد الحليم حافظ، يوم صباح، يوم كذا، يعني كان الكويت محطة كبيرة بالنسبة إلى يعني حياة فنانين. تعرفين مو سهلة، كانت بيروت، بغداد كان لها في جزء معين، طبعا مصر وإلى آخره كذا، بس الحمد لله يعني أنا إلى اليوم متابع إلى بالنسبة للحركة الفنية بالكويت أكثر الأشياء نتابعها، ونتابع البرامج ونتابع الأعمال حقيقة. احنا راح نعرف أكثر فنان يعني تتابعه وتحرص أن تسمع أغاني وشنو الأشياء الجديدة عنده وملحنين كتاب، لكن قبل لا نسمع هالأمور ونكمل حوارنا نبي نسمع أغنية وأنا بخاطري فوق النخل. فوق النخل حابين نسمعها، وايضا الكنترول الكل يعني الشباب قاعدين متشوقين ومتابعين برنامج مسائي ايضا ودهم يسمعون عزفك وغنائك. أمرين. فوق النخل فوق مدري لا مع خالك يا بمدي القمر فوق، والله ما اريد وباليني بلوى. فوق النخل فوق 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 النخل فوق مدري لا مع خدنك يا بمدير القوم والله ما ريت وباليني بلو. كل ليل بلا ميت فوق عيني على بالما وعيني على بالما ومن الهوى وين روج يا ربي يسامك، والله ما عندبني بعيون الحلوة. فوق النخل فوق 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 النخل فوق مدري لا ما خدك يا مدري القمر فوق، والله ما اريده وباليني بلواه.
موسيقارنا الجميل صاحب الحنجرة الجميلة صاحب العزف الرائع. أنا مستمتعة وأكيد اللي يتابعون برنامج مسائي مستمتعين. الأغنية اللي قبل الفاصل فوق النا خل، نعم لها قصة معك، مو هي فوق النخل بس. نعم، يعني يقال واحدة من التفسيرات للأغنية، طبعا فوق النخل فوق أول ما غناها هو نسيم مراد من مواليد البصرة. نعم. ونسيم مراد هو عم ليلى مراد الممثلة المصرية، طبعا بعدين صارت هي من مواليد البصرة. وغنى المعنى، يعني هو يقصد أنه فوق إن فوق إن خل خل، نعم فوق عندي حبيب ومدري لا مع خده، يعني مدري لا مع طوق، يعني الخد هي طالعة من الشباك، والقمر ده يعني يعكس الهلال على خدها. يا حلو كلمات الغزل القديمة. نعم. يعني عشان الناس قابلة بهالشيء كله، فيقول إن فوق النخل فوق مدري لا مخد مدري قمر طوق، يعني قمر ده يعكس طوق، والله ما أريد يعني استمر. بعدين الأبيات دخلت أبيات دارمية عليها وتغنت بعدة أبيات ألوان. حقيقة. فهاي هي كانت قصة يعني فوق النخل. نعم. بس طبعا عندنا نقول بالفولكلور او بالكلام العراقي، خلينا نقول يعني نقول فوق النخل، يعني ماني فوق النخل شلونك، يعني مكان فوق مرتفع ومكان راقي وجميل. نعم. متسامي انه صاير فوق متصوف او كذا، يعني شيء من هالنوع. نعم. فلها معنى، اشوفه معنى جميل. يعني عندك اغاني عديده ويعني مختلفه وجميله، و أنا ودي أسمع منك، شنو حاب تسمعنا الحين؟ أحسن واحدة من نعم. أغاني يعني اللي نزلت على قديمة ولا جديدة هي؟ قديمة. نعم. طبعاً هي يعني بلاك أند وايت حسب وصفك للقديم. الزمن الجميل. بلاك أند وايت صحيح. نعم. هذه بال الغزل العراقي يقول يضربني طول الليل بالخيزرانة وروح أسأل الجيران شو مسوي أنا. تحبها بعدها ولا هدتها بعد الخيزرانة هذه؟ يضربني طول الليل أنا بالخيزرانة، يضربني طول الليل أنا وسألوا جيراننا شمسوي أنا، روحوا سألوا جيراننا شمسوي أنا. هيا بينا مسويانا، ضاع التعب وياك انا يا ابن الحموله، ضاع التعب وياك انا يا ابن الحموله، حكي الحكي تا وياك انا بالك تقوله، حجين حجين تا وياك انا بالك تقول. هيا بينا
بنا هيا بنا روح سالو جيراننا شمسة ويانا روح سالو جيراننا شمسة ويانا شو هالكلمات الجميلة شو هالعزف الجميل يعني أنا مستمتعة صدق ما شاء الله اختيارك يعني دقيق حتى الكلمات غريبة القصة الغزل الغريب شلون تختار هو الأغاني يعني مثل ما يعني بعض سألوني سؤال كان عن ليش في قصة الـ الـ التراث أو كذا يعني التراث مليان بقصص جميلة حقيقة يعني ما صورت أنه هي فعلا تعطي فد نوع من حالة مجتمع في حالة معينة في ذاك الوقت ويعني يعني مئات من الأغاني كانت اللي موجودة وسمعناها من احنا صغار وكان يرددوها بالبيت وكان يعني الأشياء فصار لنا تعويد عليها فانتقلت يعني من جيل لآخر من جيل لآخر. نعم. طبعا هالحوار هذا ياخذنا للسؤال ايش كثر مهم ان الفنان يكون مثقف لانه هو يحمل على عاتقه انه ينقل هالفلكلور هالتراث الجميل لكل الاجيال اللي قاعد تسمع ويتم هالفن وهاللون الغنائي يعني مثل ما هو ما يتغير ويتم ثابت واللي يسمعه مستمتع فيه ما يحوش الملل هو قاعد يسمع فعلا ضروري يعني الفنان اي نوع من الحقيقه اي نوع من الفن او تواصل يعني الفن المهم هي مثل في السيجنال هي في الذبذبه اللي انسان يعني يصير عندها مردود عند جمهور عند ناس عند ناس تقرا ناس تتباوع ناس تسمع بس المهم يصير في التواصل هالآصرة هذه اللي تروح وتجي ضروري أنه الإنسان عنده يعني خلفية بثقافته العامة يعني نعم. على الأقل بعدين اللي اختصاص صح اللي إذا موسيقى وإذا كان حتى الرسم الناس تشوف وكذا وفاتت في مدارس وتعلمت والرسم صار أنواع طبعا معروف الموسيقى نفس الشيء أنواع بس احنا موضوع الفولكلور او موضوع الاغاني القديمه يعني شوف بها فد متعه معينه ومثل ما ذكرت يعني من صار من دخلت في اطار الـ يعني انطبق السكيل مال الاغنيه على هالاله نفسها اذا صار بها امكانيات انه نضيف لها صوت ثاني وثالث والى اخره رغم بدايه يعني ظهورك بهاللون المميز انك ضفت للفلكلور العراقي لون اخر اللي هو لقب الالهاميات حاليا نعم ذاك الزمن كان شيء غريب لانك دمجت بين الفلكلور العراقي والعزف الاوروبي او اللون الاوروبي الثقافه الاوروبيه كانوا ينتقدون هاللون لكن الحين لقب وصار لا يعني اسم خاص في اللي هو الالهاميات هل كنت بذاك الزمن مثل ما ذكرنا سؤالنا انه لازم يكون الفنان مثقف ويعرف هو شنو قاعد يقدم حق جمهوره حتى تتم هالاغاني يعني خالده ولها متابعين ومهتمين ما يختفي هاللون صحيح. هل كنت تدري ان هاللون هذا راح ينجح كنت واثق من نفسك ولا كنت تبي تشوف وتطرح لون جديد وتشوف حظك راح ينجح ولا لا والله بصراحه غير نعم. يعني أنا مو موضوع متأكد بس كنت أنا مصر واثق يعني عندك إيمان بنفسك لو صدقين الموجة اللي صارت يعني ضدي أنا من ناس اللي هي يعني لأن أعرفهم أني هم من يعني من يجي يمنعني منع أغاني يعني مرتين أو ثلاثة هاي انت تغنيها منعوها يعني لا كلها ممنوع اغاني لها مدفعيه ممنوعه وين تلفزيون وراديو وما اعرف شنو كذا كذا ليش يابا والله ليش اغني التراث شنو قابل اني يعني شو مسوي يعني هذا التراث انا لي حق به
هذا منظر جميل، اجي اني ارسمه بالطريقه اللي تعجبني مثلا واتفرج عليها اني، يعني غيري ايش له علاقه بها، تمام؟ صح. فنفس الشيء يعني انا من جهه تصورت هذه الاغنيه بالشيء اللي اتخيل انه ممكن يصير انطيناء ايقاع معين. الشباب صار بهم بدوا يميزون الاغاني هذه، بدوا يحبوها. صح. تشلتشل علي الرمان والنوم في زعلي، راح استمعنا هالاغنيه وهذا الحلو ما اريده ودوني له، يعني هم سمعوا شنو تشلتشل شنو كذا كذا، الى ان بدوا هم يدورون على المقام وشنو الاغنيه قديمه. راح نسمعها الحين تشلتشل علي خلاص، لان كلماتها ايش هالغزل هذا صدق يعني ما شاء الله. هذا مو غزل، هذا البغدادي اللي يغني يقول تشلتشل على الرمان، يعني شجرة الرمان تشلتشلت علينا. الرمان في شجرة رائعة، يعني هي ألوانها حلوة، الخضار الموجود بها يعني صعب واحد يوصفه، صح. والرمانة تطلع حمراء، فالخضار والأحمر شيء في التناسق يعني فظيع بالألوان، فتطلع هي زهرة صغيرة، بعدين الرمان تكبر وتصير ثقيلة فينزل للهرش، فايش نقول تشلتشلت، يعني يقول هاي تشلتشل فوق راسي. الحين فهمنا شنو يعني تشلتشل. الشيء يقصد العثماني، نعم. العثماني اجى تشلتشل علينا، اجوا تشلتشلوا علينا ذولا، والنومي فزع لي. النومي يعني نوم حامض الليمون، فزع نومي غير اصفر، يعني على اساس هذا انجليزي اجى يفزع لي. فالعثماني تشبيه وجه انجليزي بزعلي، هذا حلو ما اريده رجعوني لاهلي، ما اريد لا هذا ولا هذا. نسمعها الحين تشلتشل علينا الرمان. يلا. انا ودي كل شوي اسمع اغانيك، انا استمتاع يعني نعم. ولون مميز وهدوء وانت قاعد تغني، واكيد ان شاء الله الجمهور مستمتعين. شلشل علي يا الرمان، نومي في زعلي، هذا الحلو ما اريده ودوني لاهلي، هذا الحلو ما اريده مريده ودوني لاهلي. جمد وبضل ملهوم واقعد بدربه، الامر علي يا وفاء ولنكسر قلبه. تشلتشل علي يا الرمان، نومي في زعلي، هذا الحلو ما اريده مريده ودوني لاهلي، هذا الحلو ما اريده ودوني لاهلي. يا يما لا تنطرين بطلي المطارة، وما جوز انا نهواي ماكو كل شارة. تشلتشل علي يا الرمان، نومي في زعلي، هذا الحلو ما اريده مريده ودوني لاهلي. شكرا. يعطيك العافيه. فنان المميز
الموسيقار العربي اللي وصل للعالمية، وراح أتكلم عن هالجزئية. شنو يعني العالمية تعتبر بالنسبة للفنان؟ متى يطلق على الفنان لقب العالمي؟ لكن من شوي ذكرنا أن لك لون خاص، وحاليا يعني يعرف هاللون بالإلهاميات. نعم. قبل أن أتكلم عن هاللون، يعني لك قصة باسمك إلهام المدفعي، نعم. تكلمنا عن هالقصة، ومنو اللي يعني سماك هالاسم؟ الاسم نعم، يعني من القصة أنه من أنا ولدت، ف والدي كان يجي المستشفى، قالوا له جاك طفل بس ما يعرف اللي هو بنت أو ولد. نعم. فصديقه هو كان شاعر معروف رصافي، مر عليه نعم. البيت يسأل الشاعر، يعني قال له أنا جاني طفل، فقال له إذا بنت سميها ميادة، وإذا ولد سميه إلهام. فهذه كانت القصة، وسموني علي إلهام يعني، بعدين ظل إلهام وإلهام وكذا. واللي سماك الشاعر معروف الرصافي، أي نعم. يعني من البداية يعني سبحان الله، شاعر يعني لا عنده رؤية أنه لما يكبر هالطفل راح يكون يعني هامة معروفة في عالم الموسيقى والغناء العربي أيه. والعالمي. نبي نسمع يعني مالي شغل بالسوق، خطار، كيفك، شو راح نعم تختار؟ أوكي. طبعا مالي شغل بالسوق، طبعا المعد المتألق علي شويطر طلب هالأغنية وإهداء حق المعد المميز. شلون انا ملي وانت على بالي، وشلون انا ملي وانت على بالي، حتى سمك بالمي يبكي على حالي، حتى سمك بالمي يبكي على حالي. ما لي شغل بالسوق مريت أشوفك، ما لي شغل بالسوق مريت أشوفك، عطشان خفنا سنين واروع على شوفك، عطشان خفنا سنين واروع على شوفك. حاير ودور عليك رحت وعفتني، حاير ودور عليك رحت وعفتني، وسويت انا وياك يا ما ردتني، وسويت انا وياك يا ما ردتني. يوم الله لي شغل بالسوق مريت أشوفك، ما لي شغل بالسوق مريت أشوفك، عطشان حفنا سنين واروع على شوفك، عطشان حفنا سنين واروع على شوفك. مالي شغل بالسوق، مالي شغل بالسوق، يعطيك العافية. وأنا مستمتعة والكل مستمتع، يعطيك العافية، وعسى الله يطول بعمرك صحة وعافية. شكرا. عيناك يا بغداد منذ طفولتي، نعم. شمسان نائمتان، شمسان نائمتان في أهدابي، للشاعر طبعا نزار قباني. أي نعم. فشو تقول عن بغداد؟
طبعا في وصف الى الى بغداد، يعني انا اصور يعني بيها. طبعا هو كان يحب بلقيس من زمان، وبيت بلقيس يصير على الشط اللي مقابل يعني من جهة العظمية مقابل الكاظمية اللي تصير الصفحة الثانية، وكان يربط الجسر اللي كان من أول كان جسر خشبي يعني دوب وكذا، تعبر على سيارات يعني تعبر على سيارات من هنا تخلص يشتغل ضوء أحمر، منها يشتغل ضوء أخضر تجي سيارات منك يعني مو مو رايح يعني. بعدين صار جسر من هذا الجسر الكبير. المهم يعني فكأنما وصف بغداد من خلال يعني حبه إلى بلقيس هالموقع هذا. نعم. وفعلا الشمس كانت تغيب من الجهة هذه. نعم. تعرف كان هناك بالكاظمية مثل جامع القبة الذهبية وكذا، فكان بالنسبة لنا في يعني بيتنا كان هناك منظر ما ينسي يعني. والنهر كان بهدوء يمشي كأنما فد مراية تعكس الصورة هناك يكون معكوسة بالماي. يعني بيها هذه بغداد يعني انت الحين قاعد تحكي على لسان نزار قباني. انا اعتقد نبي انت شنو راح تقول عن بغداد؟ شو انت شنو راح تقول عن بغداد؟ انا شو اقول؟ ياما ياما بشينا وكذا في يعني، بس تعرفين العمر يمشي الحنين. وبعدين نشوف حقائق معينة نقول يعني هو بس أنا دافش على بغداد، العاد هم اللي دا يصير ببغداد هذا يعني ما لهم علاقة بالموضوع. الله يعم الأمن والأمان. على وش أنا دا ألطم وأبشي يعني؟ فالشيء بالنسبة لنا يعني بقينا على ذكرياتنا هذه الحلوة من الطفولة الكذا الكذا، اللي ذكريات حلوة اللي عشناها. بس من واحد يرجع يشوف هالشيء ما موجود، لا ذاك الشارع ولا ذاك الشجرة ولا ذيك الحديقة ولا ذاك الهدوء اللي وصفته من شوي، هذا كله ما موجود يعني. صاير آثار يعني صاير. فالصورة راحت ذيك الصورة الجميلة، بس لو ما رايحاني كان ظلت ببالي موجودة. لكن حب العراق طبعا موجود بعيون وقلوب العراقيين وأيضا كل الخليج والوطن العربي، وعسى الله يعم الأمن والأمان بالعراق وبكل مكان بالعالم إن شاء الله. إن شاء الله. شنو تحب تهدي كل العراقيين اللي يتابعونك الحين وكل شخص يتابعك الحين أغنية إهداء لهم؟ إن شاء الله يعني. إن شاء الله يعني هناك آلاف ما قيل على بغداد وعلى تاريخ بغداد من الدولة العباسية إلى كذا كذا يعني، والمقام العراقي يعني كان حياتها حياة متعة. صح. والبغددة هي فد نوع وصف بالترف والحياة. تتبغدد علينا واحنا من بغداد. فعلا ف يعني يقول لا تتبغدد عليه مثلا موجهه مثل لبناني. نعم. مدي بساطي واملي اكوابي وانسي العتاب، فقد نسيت عتابي. مدي بساطي واملي اكوابي وانسي العتاب، فقد نسيت عتابي. عيناك يا بغداد منذ طفولك شمسان نائمتان في هدابي. عيناك يا بغداد منذ طفولك شمسان نائمتان في هدابي.
لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي. لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي. بغداد جيتك كل سفينة متعبة تخفي جراحاتي ورا ثيابي. بغداد جيتك كل سفينة متعبة تخفي جراحاتي ورا ثيابي. لا تظلمي وترى الربابة في يدي فالشوق أكبر من يدي وربابي. لا تظلمي وترى الربابة في يدي فالشوق أجمل من يدي وربابي. ماذا سأكتب عنك في كتب الهوى فهواك لا يكفي ألف كتاب. ماذا سأكتب عنك في كتب الهوى فهواك لا يكفي ألف كتاب. يا سلام عليك، عشنا من خلال عزفك وغنائك ليه يعني مشاعرك اللي بداخلك اللي تعبر عن ولهك وشوقك يعني لبغداد والعراق. الحمد لله. شلون توصف هالشعور؟ والله يعني تعودنا على الغربة يعني الحقيقة هي مو سهل واحد يتحول من مكان إلى مكان في حياته حقيقة، بس احنا في عدة محلات في حياتنا يعني نحاول نستقر في مكان اللي هذه المسيرة اللي كانت من خلال آخر تبحث عن الأمان، تبحث عن المكان اللي فعلا مكان يعني واحد يؤمن فيك وبصوتك. اي فعلا يعني نقدر هم نقدم شيء اللي نريده وهم نقدر نكون في طمأنينة وحياة وأسرة وتعرفين على مدارس وكذا إلى آخره. فمرينا بعدة مراحل مو قليلة حقيقة شرق وغرب ويعني من شفت رح شفت بغداد مرة أخرى يعني فعلا رجعت هل الصورة الجميلة يعني من شفت النهر وشفت النخل وشفت هل يعني الناس هم عندها بعد هل النوع من الحب للحياة ويريدون يعيشون حياة يعني طبيعية. فأيضا أنا على أساس رحت 3-4 أيام بقيت شهرنا خذاك الحنين والشوق ورديت ليه مكانك ومسقط رأسك. كل هذا دليل على حبك ووفائك لبلدك ومستمتعين. وعقب الفاصل رح نسمع خطار، هذا وعد الحين مشاهدينا. فاصل سريع عقبها رادين نسمع خطار. عليك صواني شمو خاف ان يمر بالعقد قرش العقد بدمو يا قلبي وين الحل حدر حدر مرفوع دومك دون ونتك تبجيب انا مرجو طيفك كما جدا فوق السما مانو بالك تصيح بحس صوت الحزن مسموع على صواني شموع خطاره
صوان شمو شبان ليلك ظلم بلك تبز بالليل دافن بصيص نام خير نجوم السير والريل فات وجزا مالك شغل بالريل حطنا موقف جمر زوي السعير الويل ذوب شموع الوصل فرهد حبابي الهيل بس لا يبوق العمر طيف العمر ملسوق خطار عنا الفر عليك صوان شموع خطار عنا الفر عليك صوان شموع بدموعي طيفك غرق امسح دموع الطيف مش امسح جزان الوقت راح الحلم يوحف قمري وما مش بعد وليش احنا موش بصير ظلمة ودواشك حزن لطن روحي بكي غرب شراع الفرح اهلا نجان الضيف حسب علي سوى العتب صار العتب مرفوع خطار عند الفر على صوان شمو خطار عند الفر على صوان شمو خطار عند الفر على صوان شمو يعني أجواء جميلة يعني ابهرتنا ويعني قاعد تاخذنا ليه يعني واحنا نسمع اغانيك واحنا بالبيت ولا ندخل على اليوتيوب ونسمع اغانيك واحنا نستمتع اليوم عبر شاشه الراي برنامج مساء قاعد نستمتع معك وصوتك المميز من شوي تكلمنا عن الغربه وتاثيرها الغربه لها تاثير على الفنان والعازف انه يعني تظهر مشاعره تقوي تعطيه قوه تعطيه عزم واصرار انه ينجح ويبرز نفسه وغناءه وفن أثرت معك الغربة بهالشيء؟ تقريبا يعني يعني واحد يروح ينتقل من مكان إلى مكان يروح يشوف الجو اللي يناسبه مثلا حقيقة فال بالنسبة لي يعني شخصيا أشوف بيروت هي موقع جدا مهم لأن بيها يعني حياة الفنان يقدر يعيش بها نعم. بها الكاتب والملحن والكذا والمكتبة نعم. والهالشغل كله موجود هناك يعني ممكن واحد يعيش في أجواء معينة يعني نعم. فالحقيقة يعني هي مو بس بتاريخنا احنا يعني العالم هذا كله اليوم البلوز موجودة في امريكا يعني البلوز هي معاناة السود من راحوا الى امريكا فصارت البلوز والى اليوم يعني البلوز موجودة وهي معاناة معينة انسان يعاني من غربة يعاني من ألم يعاني من كذا فاسم بلوز يعني بلو انه حزين وصارت مثلا الى اليوم وهي اساس هوايه من في حياه الموسيقى العالميه يعني الروك رول وهذا كله اجى من البلوز حقيقه فال يعني موجوده في كل مكان حقيقة احنا ما نعرف طبعا بالاجواء الثانيه بس هذا الشيء يعني الفنان من الشيء اللي يحس بداخله وينتج وراها شيء معين يعني هناك كثير هواي من الرسامين ابدعوا بتقديم الصور وريشه تحركت يعني بذاك الشعور بالالم وشعور بالحزن وشعور بالغربه او شعور بالفرح يعني صح فانطت يعني حتى مو شرط بس الجيتار او عود او كذا فهذا الشيء هل شيء هذا اخذاك لانك خذيت جولات بكل العالم وصلت للعالميه يمكن لها فائده اخرى العالميه بوجهه نظرك في وايد فنانين قالوا احنا وصلنا للعالميه لان راحوا حفله خارج بلدهم واللي قاعدين يعني عرب لكن جمهورك
اللي يحضرون حفلاتك وانت برا ديرتك هم اجانب يستمتعون بغنائك باللغه العربيه، اذا حضرتك يطلق عليك العالميه، فنان الموسيقار الهام المدفعي وصل للعالميه. شو ردك على موضوع العالميه واي فنان قال انا وصلت للعالميه؟ نعم الحمد لله، يعني احنا وصلنا بحقيقه. انا عندي في نوع من انا صغير يعني تعودت على المنافسه من خلال الرياضه، فمريت فتره طويله يعني كنت لاعب باسكت بول، كنت كذا وكذا يعني هالواحد رياضي سابق يعني نعم. حتى ملاكمه بالمحل كنا نتلاكم بعدين بالمدرسه. راح نتكلم عن هالجزء الرياضي المميز في حياتك. طبعا ف يعني ظليت اخسر الى ان بعدين انغلبت بالنتيجه لانه سابرت. ف المنافسه في الرياضه هي شيء يعني اساسي. الفن هي مو منافسة بس هي أسلوب. نعم. يعني كل إنسان عنده أسلوبه وعنده بما هو يتميز به من صح. الصوت من كذا إلى أسلوب العزف أسلوب التقديم هذا. فهذه الشيء يعني يجب أن يتميز بها يعني النوع الفناني. العالمية هي مو شرط، يعني اليوم تلفزيون منا ينقل إلى العالم كله، العالم كله يشوفه. مو شرط انه هذا يسموه والله انا صرت عالمي محلي او انه نعم. يجب ان يكون عنده موقع على مجال الميديا العالمي، يعني هو مثلا موجود في اي مكان من نعم. يعني عواصم العالم او المحلات مدن في العالم او مسارح العالم حقيقه. بس انا كان يعني انا ما طلعت على مسرح وقلت انا فلان العالمي انا فلان وهذا فلان وهذا، لا يعني جوازة. بالنسبه لي طلعت واعرف يعني في مثلا جمهور الماني نعم يعني هذا شلون راح يفتهم عربي، فما هالموضوع خليته. بديت اعزف، القانون سوى لي مقدمة، بديت أغني، الناي سوى مقدمة، الجوزة سوت لي المقدمة مثلا بالنسبة لأغاني صح. فسويت من كل هالشيء سويت كومبينيشن اللي خليت هذا المسرح يتكلم هو بنفسه نعم. هو يقدمني يقدمك نعم. وبالأخير من خلصت أني بس يعني بس أشر القانون الناس تصفق له لانه سوى الشيء اللي بالاصول اللي هم يفهموه. ومع ذلك مو معناته انا صرت انسان عالمي وكذا، من ادخل في موضوع منافسه اغنيه انافس انا مادونا وانافس هذا موضوع عالمي، بس احنا بعد ما واصلين هالشيء يعني لا ما شاء الله عليك وصلت للعالميه وهذا تواضع من عندك الحمد لله. يعني في فرق لهم راي فيك يعني متابعينك وحبونك مثل فرقه سيتينج وايضا الفرقه الاخرى اللي هي البيتلز، واطلقوا عليك بغداد بيتلز فنان سيتينج عفوا. نعم هذا من يعني احدى المقابلات مع جريده انجليزيه حقيقه من جرائد معروفة اليومية تصدر في لندن، ف يعني من كان يصفون واقع الفرقة وتواصلنا ويا العالم ويا المحلية ويا هذا، ف يعني شبهوني بالبيتلز لأن يعني كان بالحقيقة البيتلز هم يعني الموسيقى الايديالز مالتي المثاليه بالنسبه لي، يعني بول ماكارتني الصوت اللي يعني دائما اقلده واحب اصير مثله وكذا، والحمد لله. بس يعني شبهوني بالموضوع هذا ومشت انه بغداد بيتلز كذا يعني وين بيتلز شعرهم وكذا وش اسمه، يعني انا وين بيتلز وين. لا لك جماهيرك ولك محبينك وانت فعلا بيتلز بغداد بيتلز والراي بيتلز ومميز والله يوفقك. واحنا نبي نسمع منك اغنيه الحين حق اللي يحبون يسمعون اغاني باللغه الانجليزيه وحقنا يعني الحين بالانجليزي. زين شو راح تحضر لهم حق اي مطرب
ولا حقك انت يعني؟ يعني ام موجود حقيقه. The falling leaves drift by the window. The autumn leaves, no thread and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grew long, and soon I'll hear a winter song. Now that I'll miss you, not so far, my darling, when autumn leaves start to fall. When autumn leaves start to fall. ذكرت من شوي يعني جانب من حياتك، الجانب الرياضي وحبك لألعاب القوى والمصارعة وكرة السلة وغيرها من الأمور الرياضية. نعم. فشلون شلون كان اهتمامك بالرياضة؟ وين وصلت بالرياضة؟ يعني بدينا من طبعا محلية، من المحلة، وكنا دائما نلعب، وكان كنا نحفر جفرة ونحط بها رمل وقفز وركض وكذا، يعني بيناتنا طفولة شقية يعني. اي نعم. يعني شوي من التدرج بالدراسة، يعني بالابتدائية شكل، كانت بالمتوسطة كان شكل، والثانوية هذه الأكثر السنين اللي يعني اللي أخذت من عندي يعني اندماجي بالرياضة حقيقة. وكنت العب باسكتبول، يعني كنت بالساحه ميدان، كنت ارمي الرمح، كنت اطفي رزانه مثلا. ما شاء الله عليك. اي نعم. كنا في الجزء من كل شيء، يعني كنا نلعب. في ذاك الوقت يعني معلم الرياضه كان موظف، يعني ما له علاقه، بس يصيح علينا وبيد العوده وكذا، وتعال انت، بس مو تدريب، يعني فتنس. كان هو شاطر بالالعاب السويديه اللي يسموها الالعاب السويديه، اللي هذه اللي الناس تسويها الصبح، يعني شويه تتحمى على ما تروح الشغل. نعم. هو بس هذا اللي يعرفه، كان بس هذا اللي يعرف. بس احنا كان كل هذا علينا، يعني انا مثل كنت اقرا على بوب كوزي، ذاك كان اشهر لاعب باسكتبول في امريكا، هو كان يسوي كتب ويسوي على الخطط مالته، كنت اقراها ونطبقها احنا، ما ادري شنو كنا غير شكل. وصلنا الى حد يعني المنتخب، بس تقريبا ما لعبت بالمنتخب لانه سافرنا وانتهت جانب الرياضي، انتهت القصه يعني. وبدينا رحله حول هاي السنين الطويلة، بدأت من هالمحل لهالمحل لهالنقطة لهالنقطة، وبلش مشوار الغناء والعزف، وخذاك الجيتار من الرياضة. شنو علاقة الجيتار؟ كان موجود نفس وقت، يعني حتى الرياضة كان معك الجيتار. نعم. كنت ألعب باسكتبول، أذكر قاعد نلعبه النادي أو لا الإعدادية المركزية كنت ألعب. فخلصنا لعبة، كان عندي ورا ساعة ساعتين شو اسمه مقابلة بالتلفزيون، فخلصت منها رحت التلفزيون، كان أول جيتار وإلى آخره، يعني واحد كان بيه حيل يروح يجي. خلنا نسمع الحين منك أغنية قومر قصيلي وارفعي البوشية. لك اهتمام طبعا بهاللون وبهالنوع من الغناء، وأيضا تحبها بعد. شلون ما أحبها طبعا.
نسمعها منك بصوتك وعزفك الرائع. هذه من أجمل الأغاني حقيقة. قومي وقفي لي وارفعي البوشي خليني أروي المهم يا العطشان. قلت قومي وقفي لي وارفعي البوشي خليني أروي المهم يا العطشان. شفت هالجدايل وحسب جومي شفت هالجدايل وحسب جرومي فريد زلوب في مقرضة يا اخواني فريد زلوب في مقرضة يا اخواني. قومي وقفي لي وارفعي الكوشي خليني اهوي ضوم يا العطشان. قلت العبي قالت انا رياضي قلت لعبي قالت انا رياضي وبات اعلم لبت الشباني وبات اعلم لبت الشباني. قم وقفي لي وارفعي البوشي خليني اروي ضوم يا العطشاني. قم وقفي لي وارفعي البوشي خليني اروي ضوم يا العطشاني. يعطيك العافية. سمعنا هالأغنية، شنو جديدك الحين اللي مجهزة ومحضرة حق كل شخص يحب الموسيقار إلهام المدفعي؟ يعني احنا إن شاء الله يعني نكون في بيروت الأسبوع هذا ونكمل. بدينا بأعمال يعني المجموعة الأخيرة للسيدي. السيدي راح يعني ما راح نطلع سيدي كامل، راح نطلع يعني مثلا 4 أغاني 3 أغاني 2 أغنية وإلى نكملها. نعم. ألبوم يعني؟ أي نعم. ما إحنا فترة عندنا فراغ كبير صار، يعني الشركة كانت فيرجن و EMI اللي اليوم هي شو اسمه يعني صارت ملكية شركة أخرى، ولهذا توقفنا فترة طويلة. نعم. يعني الشركات الكبيرة أفلست من بعد الداونلودينج للكمبيوتر. نعم. فالناس تعرفين بدأت صح تأخذ من الكمبيوتر وما تشتري السي دي. ليش دا أشتري السي دي؟ يعني فلاش $20 و$15 وما أعرف شنو كذا. يعني حالة حال هواي شركات، لكن احنا بالنسبة لنا كان موضوع مؤثر يعني بصورة مباشرة لأنه احنا متعاقدين ويا شركة كبيرة. نعم. المهم بلشنا يعني محمد ابني. نعم. طبعا قال خلاص احنا نسجل وخلاص يعني نبدي نرجع الى الساحة. قلت لهذا فإن شاء الله في خلال فترة قصيرة يكون عندنا كم شغلة جاهزة. نعم. ونفس الوقت تهيأ إلى يعني راح يتكون الأغنية واحدة من أغاني هي للشاعر أبو القاسم الشابي، وأغنية ثانية هي كلماتي وألحاني. نعم. قصيدة أبو القاسم الشابي هم أيضا من ألحاني. نعم. وتوزيع ميشيل فاضل في بيروت يعني، وكملنا تقريبا الجزء الأساسي منها، بقى بس التكملة والصوت وإلى آخر يعني يكون الفاينل خلينا نقول، بس خلال فترة قصيرة. يعني يكون عندنا 4 أعمال جديدة ورأسا بلش في أغنيتين جديدة بعدها. المتعارف طبعا على أن حضرتك تلحن وتوزع أغانيك وكلماتك اللي تكتبها. أيوة. اللي توزعها حضرتك، لكن نعم. الحين في تعاون مثل ما ذكرت من شوي مع الموزع ميشيل فاضل. اي نعم. فشلون صار هذا التعاون وليش هالتعاون لاول مره؟ شو اللي خلاك انك يعني تروح له وتعاون معه؟ هذا شيء مهم يعني. نعم. هو الاول شيء
بالنسبة ميشيل هو دور الشاب وطموح بالنسبة للعمل موسيقي يعني أشوفه يشتغل وهميم في شغله ويعني قدم شيء هي أمنية كل فنان حقيقة يعني هو قدامه والكل هسه يتراكضون عليه يعني يريدون الله يوفقه إن شاء الله أي فعلا وشاطر وقدم يعني إلى ماجد الرومي وجوليا بطرس وكذا طلع لهم أعمال ممتازة نعم يعني وجود الأوركسترا ووجود الصوت هذا الباكراوند إلى الفنان شيء مهم بالنسبة للمرات في رومانسية الأغنية مرات في تقديمه في إيقاع آخر مثلا لكن عرف كيف يقدمها إلى الجمهور ونجحوا بهالأعمال هذه فمؤخرا يعني وهو صديق قديم يعني نعرفه احنا الحمد لله ويعجبه يتعاون وياي يعني وهذا المهم انه قناعه عنده انه يتعامل رايك وكلامك الجميل الجميل عن الموزع ميشيل فاضل احنا راح نشوف ونسمع رايه الحين وهو معانا على الخط ومساك الله بالخير الموزع ميشيل فاضل الو اهلا اهلا مرحبا مرحبا استاذ الهام يا هلا فيك الو مرحبا سمعت راي الفنان على تفضل ثانك يو على المقدمه الحلوه هذه الشهاده بعتز فيها استاذ الهام وانا رافض لبنان لنشتغل لنكفي الالبوم سوا هلا يعطيك العافيه وشهادته كانت فيك انك طاقه شبابيه مميزه مبدعه والدليل على هذا ان لاول مره الموسيقار العربي الهام المدفعي يتعاون مع موزع فتكلمنا عن هالتعاون انا استاذ الهام احنا انا تعرفت عليه بستار اكاديمي من شي 10 سنين تقريبا نعم في مشكله ظاهر بالاتصال والتعارف حسب ما ذكر الموزع ميشيل فاضل كان قبل 10 سنوات بستار اكاديمي عقب 10 سنوات الحين في تعاون نعم نعم اتمنى انه يعني يعاود الاتصال ونسمع السالفه نعم نعم بيانيست وحقيقه من عائله موسيقيه حتى والده نعم عنده صوت ممتاز وغني اوبرا وكذا يعني نقول التكوين الموسيقي عنده كومبينيشن جدا هذا اللي جذبك لشخصه وتعامله يعني هذا شيء مهم في حياه اي فنان نعم يعني هو دارس في فرنسا نعم ويعني يترجم هالاحاسيس هذا كذا في وجوده في الشرق يعني نعم والدمج بين هالروحيتين الى النطاق الكبير نعم العالمي وكذا فالمهم يصير عمل يعني يكون بتوافق وان شاء الله يعني ان شاء الله يا جرب رب جرب احنا ما عندنا شيء نقول اكيد هذا يعني ما اقدر اني اسوي اغنيه واقول هذه اغنيه راح تصير هيت او يعني يسموها تضرب وكذا لا يعني تاخذ التوب 10 وتوصل لقلوب كل شخص يتابعك ويسمعك واحنا وصلنا له الختام ما عندي شيء حاولنا يعني نتصل بالموزع ميشيل فاضل لكن للاسف يعني ما مو قادرين يعني نتواصل معاه لكن نتمنى بمستقبلا برنامج مسائي نستضيفه ونتكلم عن التعاون بينكم وعن نجاحه وتميزه شنو حاب تقول حق كل شخص الحين يتابعك بختام برنامج مسائي وبختام هالامسيه الموسيقيه الغنائيه المميزه وشنو حاب ايضا تسمعهم عقب ما تقول رسالتك انا بداية طبعا اقول لكم مشاهدينا اتمنى استمتعتوا معنا ونشوفكم بالحلقه القادمه وتصبحون على خير لكن ختامنا مع الموسيقار العالمي والعربي شكرا 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 حقيقه انا اشكرك شوي على هاللقاء الحلو ما حسيت بالوقت انا مستمتع ما ودي اختم فعلا والحقيقه يعني انا وجودي هنا فرصه حلوه انه يعني طبعا التلفزيون الراي معروف من زمان ومتابعين احنا في وين ما نكون حقيقه
البرامج جدا رائعة، والبرامج اللي تطلع على التلفزيون رائعة، حقيقة رائعة. شهادة نعتز فيها. يسعدني أن أكون أنا في جزء صغير من هذه البرامج اللي تطلع من من تلفزيون الراعي. فيعني إن شاء الله نكون بتواصل. يعني وننتظر الأعمال الجديدة ونكون بيناتنا تواصل يعني. و إن شاء الله يا رب الله يعطيك الصحة والعافية وطولة العمر يا رب. لكن بختام البرنامج نبي إهداء حق كل متابعين ومحبين الموسيقار إلهام المدفع. زين خلي افكر ايش راح اقدم اغنية. فكر واحنا مستمتعين واحنا راح ننطرك وانت تفكر. راح يكون يعني من كتابتك وتأليفك من شيء جديد حصري. نعم تسمعنا. نعم. الله عليك الله عليك لا تحيرني الله عليك ترمني من هذا الجمال تحرمني حمق والدلال. الله عليك الله عليك لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجمال تحرمني حمق والدلال. قلبي حبيبي بين ايديك الله عليك الله عليك. الله عليك لا لا تغيب ما عندي غيرك يا الحبيب. الله عليك لا لا تغيب ما عندي غيرك يا الحبيب ما عندي غيرك. لا مر بالدنيا رضاك ما سيع عمري هوى. لا مر بالدنيا يا عمري هوى. قلبي حبيبي بين ايديك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك. لا تحيرني